طيب اللاب عندنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم عن ازاي نعمل سبيشال دومين فلتر. احنا دلوقتي اول حاجة عندنا بيقول لك اللابلاسيان اوبريتور، الكلام اللي انتوا امتحنتوا عليه في الميد تيرم، بيقول لك اللابلاسيان اوبريتور ده عبارة عن ايه. بعد كده الفلتر بتاعك برضو ده جه في الميد تيرم. بعد كده بيقول لك الصورة الشاربند ايمج بتيجي ازاي، ان انت بتطرح اللابلاسيان فلترد من الصورة الأصلية. يعني ده شوية كلام النظري هنعدي عليه بسرعة كده. نعم خلاص، بس لازم ما كانتش بتحاول، بس اتحولت دلوقتي. تمام. طيب بعد كده بيقول لك الـ unsharp masking وهو بيعمل ايه، نفس الكلام يعني ده شوية نظري. المهم بس اللي انا عايزه منكم لما بيقول لك ايه، اول حاجة كل واحد بس يا جماعة ما تيجوا تشتغلوا تأكدوا ان انتوا ايه منزلين جراي سكيل ايمجز مش صور ملونة، يعني مش عشان هتلاقوا results تيجي معاكوا غلط وفي تحويلات ما بتتعملش وحاجات كده، فايه فتنزلوا صور جراي سكيل ايمجز تشتغلوا عليها، محدش ينزل لي صور ملونة عادي. اللي عمل كده في لاب قبل كده مفيش مشاكل، بس يعني من النهارده تركزوا في الموضوع ده، نزلوا صور ابيض واسود، محدش ينزل صورة ملونة يشتغل عليها. المهم هو بيقول لك ايه، يعني اعمل ريد لصورة، بعد كده اعملي اللابلاسيان فلتر اللي كان موجود عندك، بعد كده اعمل ابلاي للهاي بوستنج فلتر بامبليتيودز مختلفة باربعة امبليتيود. طيب اللي هو الاي دي لابلاسيان فلتر، الاي دي اما تتغير بتاعت الهاي بوستنج فلتر هيحصل عندك تغيير في الصورة، فهيقوم يقول لك ايه بعد كده قول لي ايه هي الريزلتس بتاعت الفور ايمجز وايه اللي بيحصل، يعني ايه لما الامبليتيود ده بيتغير ايه اللي بيحصل وليه ده بيحصل. بعد كده دي حتة وبونص، بس يعني البونص لو اتنقل من بعضه يعني هتنقصه، ماشي؟ لو ما اتنقلش عادي مش هيحصل لك حاجة، لو عرفت تعمله يعني تاخد البونص مفيش مشاكل. بيقول لك حاول تعمل لي نفس الديزاين بس يوزنج الاف سبيشال اللي هي كانت في اكزامبل 5 في اخر لاب اللي فات. ده اكزامبل 1، حد عنده مشكلة في اكزامبل 1؟ تاني حاجة برضو النظري الاول، انتوا بتاخدوا الايكويشن دي بتكتبوها على الماتلاب زي ما هي يا جماعة تشتغلوا بيها، انتوا عارفين الموضوع ده؟ يعني مثلا لو اقول لك اعمل لي 2D discrete Fourier transform، بتاخد الايكويشن بتكتبها على الماتلاب بعدين تبدأ تشتغل بيها. بس عموما يعني انت هتعمل كده عشان انت عندك functions جاهزة بتأدي الوظيفة دي، يعني مش تحتاج تعمل. بس المهم يعني برضو هو هنا جايب لك ال 2D discrete Fourier transform وبعدين جايب لك ال inverse بتاعها، حاطط لك ال equations بتوعهم. بعد كده جايب لك ان ال DFT دي complex signal، فطالما هي complex فليها magnitude وليها phase. المهم بقى ده المهم اللي عندنا، بيقول لك لو عايز تعمل 2D FFT بدل ما تقعد ترسم، بدل ما تقعد تكتب طبعا كل المعادلات والكلام ده، لا انت عندك فانكشن جاهزة اسمها FFT2. 2 دي بتاعت اي تحويلة عندنا، زي ما لو فاكرين في اللاب اللي فات كنا مثلا بنقول ايه من يو انت 8 2 كذا بنحول، فانت كده بتقوم تحول بتحسب ال 2 دي دي اف تي بتاع الصورة. عايز تعمل انفرس بتقوم مزود اي اف اف تي 2 دي بتقوم حاسبه لك الانفرس. طيب عندنا فانكشن تانية اسمها اف اف تي شيفت، تعمل ليه الاف اف تي شيفت دي؟ زي ما انت شايف انت دي الصورة الطبيعية بتاعتك، التو اكسيس بيبقوا كده. طيب انت عايز تجيب الزيرو والزيرو دول في نص الصورة، فبتقوم كاتب الفانكشن اللي هي اف اف تي شيفت دي بتقوم تشفت لك التو اكسيس بتوعك، شايفين الزيرو والزيرو اهم، بتشفتهم لك لنص الصورة بالظبط. حد عنده مشاكل في الحتة دي؟ طيب بعد كده انت عايز تحسب الامبليتيود او السبيكترم، بتعمل ايه؟ عندك فانكشن اسمها ابسوليوت دي اللي بتحسب لك الماجنتيود او السبيكترم، هما الاثنين نفس المعنى. عايز تحسب الفيز عندك فانكشن اسمها انجل، انجل دي هي اللي بتحسب لك الفيز زي ما احنا لسه قايلين من شوية، هي طالما كومبلكس سيجنال فليها امبليتيود او ماجنتيود يعني وليها ايه ليها فيز. عايز تحسب الماجنتيود ابس اللي هي اختصار ابسوليوت،
بتاعت الفانكشن بتاعتك، وانجل دي بتقوم حاسبه لك الفيز. دي اهم سلايد ودي اللي هتطبقها عليها في اللاب. ماشي، هنا بيقول لك ازاي تعمل زيرو بادينج. ازاي بقى؟ انت عندك الام زي ما قلنا احنا، اي صورة عندنا بتبقى 2D، فالام دي اللي هي مثلا سي الاكس يعني، والان دي اللي هي الواي، دول ال 2D بتوعك. فانت بتقوم، فهو بيقول لك هو مديك سيجنال اف وفلتر اتش في السبيشال دومين. خلي بالكوا سبيشال دومين مش فريكوانسي دومين. فانت دلوقتي شغال في الدومين العادي بتاعك، دي صورة عادية مش ملعوب فيها لسه. المهم هنعمل ايه؟ بتقوم تديله اول بيكسل اللي هي الام بتاعتك مع السيجنال اللي هي الاف، وتاني بيكسل اللي هي الان، سوري مش تاني بيكسل يعني، تديله الكوردينتس بتاعت البيكسل بتاعتك مع برضو نفس الفكره السيجنال اللي هي الاف، وتقوم حاسب السايز بتاع الكلام ده. بعد كده بتكرر نفس الكلام بس مع الفلتر مش مع السيجنال. تقوم هياخد الكوردينات بتاعت اول بيكسل برضو، سوري بتاع البيكسل، وتقوم حاططها مع الاتش. يبقى انت كده بتاخد الكوردينتس بتاعت البيكسل مع السيجنال اللي هي اف، بعد كده بتاخد الكوردينتس بتاعت البيكسل بتاعت مع الفلتر اللي هو اتش، وتحسب السايز بتاع الاتنين عشان تعرف انت محتاج تعمل بادنج ولا لا، ولو هتعمل بادنج ايه الاماونت اوف بادنج اللي هتحتاجه. بعد كده بتقوم عامل ايه؟ تجمع السيجنال على الفلتر وتطرح منه 1، ونفس الكلام السيجنال على الفلتر وتطرح منه 1 بتاع كل كوردينيت فيه. حلو، حد عنده مشكلة في البادنج؟ تمام. بعد كده عايز تحسب الفوريه ترانسفورم بتاع الصورة والريسبونس. زي ما احنا لسه قايلين في السلايد اللي فاتت، انت اما تيجي تحسب ال 2D DFT بتاع الصورة بتستخدم فانكشن اسمها FFT2، عايز تحسب ال inverse IFFT2. طيب انت دلوقتي هتقوم تعمل ايه؟ هتقوم كاتب اللي هي ال FFT2 دي، واول مرة هتديها السيجنال اللي هي F مع ال 2 coordinates بتوعك، وتاني مرة تديها الفلتر اللي هو H مع ال coordinates بتوعك. وهو بيوتوماتيك بيعمل زيرو بادنج، بس الحتة دي برضو بيقول لك عشان لو انت يعني عايز تحسب البادنج المفروض يعمل عندك ايه. بعد كده هتضرب الاتنين في بعض، بس اسمه ايه ده، دوت اللي هو دوت وايز element وايز برودكت سوري، عشان هما بيبقوا ايه، بيبقوا في شكل ماتريسيز. يبقى انت عايز تضرب كل element في التاني، مش تضرب التو ماتريكس في بعض. بعد كده هتعمل inverse transform وتحسب الايه real part، عشان انت مش عايز ال imaginary part، عشان ما يحصلش عندك حاجة اسمها rounding errors. بعد كده هتقوم عامل كروب، دي ستيب مش لازم يعني، عادي مش لازم تعملها. هتقوم عامل كروب للاوتبوت ايمج، ترجعها ايه لحجمها الاصلي، دي يعني مش ستيب زياده. هو المهم انت بتقف لحد هنا، ولو يعني الصوره قال لك ان السايز كبير، في ايرور كده في الماتلاب، عشان لو طلع لحد فيكم قال لك السايز بتاع الصوره اللي هو مختارها دي كبير، فيقوم عامل لها كروب بالفانكشن اللي قصادكم دي. بعد كده هنا بيشرح السيركولار كونفوليوشن ثيوري اللي خدتوها في الدي اس بي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت عارفين ان في السيركولار كونفوليوشن عندك لازم اول حاجه تعمل زيرو بادنج. طيب المهم ازاي تعمل سلايد لسه ما قلبتش. قلبتش كده؟ قلبت طيب ولا ايه؟ تمام. لا برضه برضو ثواني كده.
ظهر كده. لسه مفيش حاجة ظهرت. تمام كده. تمام. هو بيقول لك اهم شرط عندنا في الـ circular convolution ان انت لازم تعمل zero padding. فازاي تعمل circular convolution على الماتلاب؟ فانت هتقوم بقى ايه، انت في قبل كده كنت بتقوم حاطط الـ Fourier transform على طول من غير ما تعمل padding لو هتعمل ايه convolution عادي. طيب انت بقى عايز تعمل circular convolution، الحتة اللي عملناها في الأول دي بتاعة الزيرو بادينج مجرد بس هتضيف الحتة دي في البتاع بتاعك. فهتقوم قايل له إيه؟ هتقوم برضو عامل هتعمل نفس الكلام للسيجنال. إحنا قلنا عشان برضو نرجع نفتكر سوا، السيجنال بتاعتك اللي هي إف والفلتر اللي هو إتش، هتقوم عامل إف إف تي وتحط السيجنال بتاعتك. بعد كده هتقوم حاطط ايه الكلام ده، ايه ال m of f plus m h minus 1، ده اللي هو البادنج بتاعك. هتقوم حاطه مرة لل m ومرة لل n. حلو، نفس الكلام هتروح على الفلتر. يبقى انت كده عملت اول مرة السيجنال، تاني مرة هتقوم عامل الفلتر وهتقوم برضو حاطط البادنج بتاعك الزيرو بادنج بتاعك. بعد كده الستيب التالتة اللي قلنا عليها هتعمل element wise product عشان دي زي ما قلنا ماتريسيز، فاحنا مش بنضرب ماتريكس في ماتريكس، انت تضرب كل element في الماتريكس في الاليمنت التاني. وبعدين ترجع تعمل inverse Fourier transform نفس الستبس بتاعت اللي فاتت بالظبط، بس الفرق هنا ان انت ايه زودت البادنج عشان circular convolution. وانس هو كان ايه الفرق بين ال circular convolution وال convolution العادي؟ مش فاكرة. كشرح عموما هي يعني مش مسألة عامة، يعني كان ايه الفرق؟ طيب مش ثواني اوقف بس الشير واجيب حاجة اشرح لك فيها. طيب بص انا هحاول ايه اجيب لك اكزامبل عشان انا مش معايا اكزامبل دلوقتي، هجيب لك اكزامبل اشرح لك عليه بعد ما نخلص اللاب. تمام، بس فكريني اعملها لك يعني. خلاص اوكي. ماشي، خلاص بس اللاب اجيب لك اكزامبل عشان مفيش حاجة معايا دلوقتي. الشير مهنج مش راضية تفتح.
ظهر كده لسه برضه. انا ظهر عندي اهو. فبعد كده example 2 بقى بيقول لك ايه، بيقول لك اقرا لي صورة، وبعد كده هتلاقي الفلتر ده اعمل له تيكو ان كونسيدريشن، وابدا بقى اعمل لي ايه الشغل اللي احنا كنا لسه بنقول عليه. اول حاجة هتجيب المودولس بتاع الفريكوينسي ريسبونس، تاني حاجة هتحسب الصورة وتعمل لها فيجواليزيشن بالفلتر بتاعك اللي هو ال H وال signal اللي هي كانت ال F. بعد كده هتكرر نفس ال operation بس هتعملها في ال frequency domain. هتقوم عامل هتقوم تستخدم ال L function اللي قلنا عليها ال FFT. بعد كده تحسب ال mean square error ما بين ال output image انا صوتي قطع صح؟ مالك بقى عم اللابتوب انت؟ بعد كده تقوم حاسب ال mean square error بين ال output image في الحالتين. بعد كده دي ال mean square error الرول بتاعها اهي عشان تعرف تحسبها، يعني اللي هو في الطلب الرابع. فهتلاقي في السلايد اللي بعديها على طول ال hints بتاعتها، هتلاقيني حاطط لك المين سكوير ايرور الفانكشن بتاعتها. طيب نوقف لحد كده ولا نكمل؟ طيب بعد كده عندك ايه، هيطلب منك تعمل لو باس فلتر لثلاث حاجات، وبعديها هتطلب تعمل هاي باس فلتر لثلاث حاجات. أول حاجة عندك الـ ideal low pass filter، دي الـ conditions بتاعته. بعد كده الـ Butterworth low pass filter، دي الـ conditions بتاعته. والـ Gaussian low pass filter، دي الـ conditions بتاعته برضو. نفس الكلام، انت هتاخد الحاجة تحطها زي ما هي، انت مش هتغير في أي حاجة. طيب ايه الفرق بين الـ low pass filter والـ high pass filter بقى؟ انت لو عايز تعمل هاي باس فلتر، انت مجرد ال 1 لما الحاجه تبقى اقل من دي نود هتبقى دي، لا هي دي اللي بزيرو، وتحت هيبقى 1 عندك لو الحاجه اكبر من دي نود. هنا هيبقى ايه الفرق عندك في الباتر وورس لو باس فلتر؟ هتبقى الدي نود على الدي اوف يو في. الكلام ده كله موجود في السلايد التانية، بس انا هحاول ايه يعني نتكلم مع بعضينا كده. الفرق بين الجاوسيان لو باس فلتر والهاي باس فلتر، مجرد ما هتعمل 1 ماينس الكلام ده ماشي. اهو عندنا الهاي باس فلتر زي ما لسه قايلين، الكونديشنز 0 لو اقل من دي نود، 1 لو اعلى من دي نود، ده كده الايديال هاي باس فلتر. بعد كده في البتر وورس بتقلب بس الدي، او زي ما لسه قايلين الدي نود مع الدي اوف يو في. وفي الهاي باس فلتر بتقوم قايل بس 1 ماينس الفلتر. هو بقى طالب منك ايه؟ طالب منك تعمل فانكشن لكل فلتر. يعني انت هتقوم فاتح بتاع في الماتلاب جديده وتقوم كاتب فيها الفانكشن. فهو عايز فانكشن لللو باس فلتر بتاع الثلاث حاجات دول، يعني دي فانكشن لوحدها ودي فانكشن لوحدها ودي فانكشن لوحدها. بس الكلام دي فانكشن لوحدها ودي فانكشن لوحدها ودي فانكشن لوحدها. فهو هنا بيقول لك ايه ازاي تعمل فانكشن، يعني فهو بيقول لك ان الفانكشن اتش هو سماها لو باس مثلا. فبتقوم حاطط التايب، وبعدين ام الكوردينتس بتاعتك ام وان، بعدين الدي نود، بعدين الان. تعمل نفس الكلام في كل الفلترز. هنا برضو هنا بيقول لك ايه، تعمل لي الهاي باس فلتر. بعد كده ايه الفانكشنز بقى اللي احنا عملناها دي هنستفيد بيها في ايه؟ في اكزامبل 4 بيقول لك ايه، يقول لك اول حاجه هتقرا الصوره، بعد كده هتستخدم الفانكشنز اللي انت عملت لها كرييشن دي لللو باس فلتر. مش هتستخدم الفانكشنز بتاعت الهاي باس فلتر هنا. ثانيه بس انا عايز افتكر حاجه. لا لازم تعمل، ف بيقول لك هتستخدم الفانكشن اللي انت عملت لها كرييشن دي عشان تعمل اللي قصادك ده. هو طالب منك ايه؟ طالب منك ideal low pass filter 2m في 2n، ومديك ال دي نود بتاعتك اهي. بعد كده طالب منك جاوسيان برضه نفس الكلام 2m في 2n، مديك ال دي نود.
بعد كده البتر وورث فلتر، ومديك ال تو برضه 2m في 2n، ومديك ال دي نود، ومديك ال n بتاعتك. طيب ايه ايه ال n وال m والكلام ده عشان اللي مش فاكر؟ دي الكونديشنز بتاعتك في الحاجه يا جماعه، ماشي؟ دي الكونديشنز بتاعتك سواء انت لو باس فلتر او بتر وورث لو باس فلتر او جاوسن لو باس فلتر، كل واحد فيهم ليه كونديشنز. انت مجرد بتاخد الكلام ده بتعوض بيه في الايكويشنز بتاعتك بس كده.